لاقش ما واحد السيد تحكم معاه وما تجمعوا ليه، ولدي دابا راه هو مهلوك ومريض ومضروب، ولا تنطالبوا بالحق ديالنا حتى حنا، راه ولدنا حتى حنا مضروب ومهلوك، راه حنا بنا نشوفوه ما سكرناه، راه مريض مسكين ومضروب في كتفو وفي وجهه وعندو نزيف في الراس وما نقول لك شكل ولد كيف داير، لا اله الا الله، وتنطالبوا حتى حنا بحقنا. هادشي راه ما كاينش في البلاد باش بنادم يكون تيتخاصم تيتناقش ويجي واحد يتجمع عليه، ماشي حق هذا وماشي قانون. الانسان خص كلشي يتحاكم وكلشي يتعاقب. السبب هو تحكم واحد البكره نزلت يهضر على طوموبيل الشركه مسؤول عليها، تيهضر عليها نضو جوهر حكار الشيفور نتاعي الشيفور نتاعي هذا نتاعي هذا، تضربوا في الطوموبيل تيحيدوا لها الحديد وتينطروا وتيجبدوا، ولكن هو تدعق مسكين بيضربوه بداك الدور ما بقاش عارف اش تيدير، بغى يهرب تيتلقاو ليه تيلوحوا ليه الموتورات من اللور كلشي تيبان، اللي سخاب موتور تيلوحوا الطوموبيلات داروا عرض ما بغاوش يمشي وبغاو يحيدوا، وعلى هكا حنا تنكونوا هنا الاموات، حنا كنعاونوا بحال دوك وليدات كنت انا واقفه في طوموبيلتي غنحيدها ونمشي عند داك الولد نقول ليه سير عافاك حيد داك الموتور وخلي هاد الولد يدوز في حالته يسلك باش تكون القضيه سهله، ما تصعبوهاش عليه الله يرضي عليكم ما تصعبوهاش عليه. شوف كاع هاد الولد اش مريض ولا اش كاين، هما جعلوا داك الشيء وكتروه، ولكن حنا تنطالبوا بالحق المدني. ولدي راه هو اللي عندي هو اللي تنكسب انا، الا ما اداني للطبيب ما نمشي، ولا ما شري لي الدوره ما تنشريش، وعندي مرض كثير ماشي شي حاجه قليله. هو المعين ديالي با جالس من الخدمه نتريت ما كاين شيء، اي ولا اله الا الله محمد رسول الله هو اللي باقي معايا دابا هو اللي مقابلني هو اللي مواسيني، وجدها مسكينه راه ما كتهضرش راه بلا الصوت بالخلع، وحشومه عليكم راه اليوم عندي وغدا عندكم. ولدي خدام كان تيقرا ما لقى ما يدير في الوقت مع القرايه راه كافتي كلشي عرفتوه، مشى تيقلب على ما يدير راه تيخدم مع هذوك الناس تيصور رزيقو تيجي في حالته، تيضل مسكين خدام من 9 حتى ل10 الليل عاد كيجي، وهاد السيد راه عنده ضغط على برو عنده الدخل، لا اله الا الله. واش هاد الانسان كيبغي يكون ملي تعرضوا ليه نتوما ضل تيركب 20 درية ولا شحال تيركب فيهم 100 كيلو الوحدة، راه باز ليه كاع حتى الماكلة ما واكلها، حشومة عليكم وعيب عليكم، كان على ولادكم يمشيو غير لتسع هو غادي يحل المشكل وراسو، علاش هاد الولاد تخليوهم يديرو هادشي وعيوهم شوية، حشومة عليكم وعيب عليكم هادشي، نضرو في راسو في كتفو ومجبود ليه الوجه حتى هو، وحنا راه مسكرناه نشوفوه دابا كون هي شناه ارتاحو، وتنطالبو بالخبرة الطبية. إوا الناس راه مرضو بهادشي دابا كلشي تأثر كلشي، هاهما شتي الناس عندي ماكلة ما تناكلوهاش من البارح في الوحدة باقي لدابا الآن ما مشربناش، بايتي الناس عندي هنا بحال كاين العزا وباقي الناس دابا مساكن، ادخل على التليفونات وخلي 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 اللي ما سكرش يجي واللي ما الجيران ما قراوش الحومه كلها ما قراتش كلها صبحات قاعدين مساكن هنايا، وتنطلب منكم الامهات ديروا ولادكم هما اللي وقع لهم هادشي وتنزلوا رحمه الله، حيت راه الله اللي طالع بكلشي، والله يجازيكم بخير هاد الهواشر رحمونا يرحمكم الله. ولدي ولدي سيري ليا وجا هذا الشهر مبارك طلعت بيتي بيتفرق فيه مع ولادو تيكون في الخارج وتيجي يدوزو مع والديه، والحمد لله والشكر لله. الله يخرج لكم في وليداتكم داكشي اللي بغيتو راه تخسروا عليهم دم جوفكم حتى نتوما، تمنوا ولادكم فيهم الخير كيف يكون حتى ولدي حتى انا ان شاء الله يا ربي، ارحموا هاد الولد الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. ما كانت شي ام تحن على هاد الولد، راه هي ام مجربه ما نعاود لها حتى حاجه هنا، وديروا راسكم في بلاصتو الله يرحم الوالدين.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.